نروح لأخبار لجنة الخمسين اللي تبدأ اليوم جلستها لتعديل الدستور للتصويت على مواد السلطة القضائية والمواد الخاصة بالقوات المسلحة والأحكام الانتقالية، ودي المواد المتبقية من مسودة الدستور. أستاذ محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم اللجنة قال إنه هيئة مكتب لجنة الخمسين عقد اجتماع بالأمس السبت لتنظيم عرض المواد اللي انتهت إليها لجنة الخبراء الفنية العشرة تمهيدا للتصويت النهائي عليها. وبعد ما يتم التصويت النهائي على هذه المواد المتبقية، المواد الخاصة بالسلطة القضائية والقوات المسلحة والأحكام الانتقالية، ممكن أن تقوم لجنة الخمسين بتسليم مسودة شبه نهائية أو مسودة أولى للدستور أيام الثلاثاء أو الأربعاء القادمين، على حسب تصريح دكتور جابر جاد نصار مقرر عام لجنة الخمسين، وأنه هذه المسودة هي المسودة التي سيتم التصويت النهائي عليها وستكون خاتمة لأعمال اللجنة تماما، لجنة الخمسين اللي ستنتهي من عملها تحديدا يوم 3 ديسمبر المقبل. إذن نحن بانتظار مسودة نهائية للدستور يومي أو في أحد أيام الثلاث أو الأربع القادمين، بعد كده يتم التصويت على هذه النسخة النهائية، ثم تنتهي لجنة الخمسين من عملها تماما بتسليمها النسخة النهائية من مسودة الدستور يوم 3 ديسمبر المقبل. ما زال أيضا الحديث دائر حول بعض المطالبات من فئات مختلفة من الشعب، ما زالوا يطالبون لجنة الخمسين بالحصول على بعض الحقوق. مثلا دعا عدد من النشطاء الأقباط لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الساعة 3 عصرا أمام مجلس الشورى مقر انعقاد لجنة الخمسين للمطالبة بأن ينص الدستور الجديد على تخصيص كوتا محددة للأقباط، يعني هم بيطالبوا أنه يتم مراعاة ذلك في الدستور الجديد. تأتي هذه الدعوة عقب تصريحات دكتور شريف دوس رئيس الهيئة القبطية بأنه البابا توادروس الثاني رفض وجود كوتا للأقباط، ومعنا شخصيا دكتور شريف دوس رئيس الهيئة القبطية. مساء الخير دكتور شريف. صباح الخير. صباح الخير. يعني أسألك لماذا هذه المطالبة ولماذا رفض البابا توادروس وجود كوتا للأقباط؟ وجود كوتا أن الحل السهل السريع لدخول الأقلية المسيحية إلى البرلمان. بقالنا 60 سنة ما شفناش ولا وش ولا ظهر البرلمان، وآخر انتخابات في عهد الرئيس مبارك دخل مندوب واحد وهو وزير المالية من 500. فكلنا بندور على حلول لكيفية دخول البرلمان. لما الناس قالت الكوتا ما درستش كويس ايه أثار الكوتا في المستقبل، وليها أثار سلبية كثيرة. كمان الكوتا ده هي بتفرق الشعب المصري إلى جزئين، مسيحي ومسلم. لا نرغب فيه البتة حتى لو ما دخلناش البرلمان، لأن كثير من الأخوة المسلمين بيدافعوا عن حقوقنا زينا وأكثر. الكوتا معناها إن إحنا من الغير، وهي مهينة في وجهة نظري. وكثير من العقلاء وكثير من السياسيين انتبهوا إن الموضوع ده خطير على المستقبل، الأقباط في المستقبل. ولو درسنا التاريخ هنلاقي ان دستور 23 وكان فيه يمثل المسيحيين عدد حوالي 20% من اللجنه اللي كتبت الدستور كان بينها بطريرك الاقباط الارثوذكس وقد رفضوا الكوتا. يعني حضرتك شايف ان دخول الاقباط ينبغي ان يكون بشكل طبيعي للبرلمان ومش عن طريق كوتا، انه ده ممكن يؤدي للتفريق على حد ذكر حضرتك، صحيح؟ ايوه. طيب. وممكن لأن لسه الناخب المصري ما عندوش الوعي الكافي أنه ينتخب حد ما يعرفوش، مثلا مسيحي نوبي سيناوي، لسه الفكر ده السياسي لسه ما تطورش بصورة كافية. تمام. طيب. احنا
طيب معانا نعم. طب معانا وجهة النظر الأخرى أستاذ نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد الوطني لحقوق الإنسان وأحد الداعين لهذه الوقفة. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور. أنا بس أوضح الصورة. أكيد حضرتك سمعت وجهة نظر دكتور شريف دوس. بحترم طبعا دكتور شريف وعندك رد اتفضل. لكن أنا عايز أقول أن الأقباط حرموا حرمان سياسي واجتماعي لمدة لا تقل عن 50 سنة أو نصف قرن من الزمان. أنا عايز أقول إشمعنى دلوقتي لما بتكلم عن الكوت أو التمييز الإيجابي، بلاش كلمة كوت عشان بتسبب أرتكارية عند الناس. خلينا نمسك التمييز الإيجابي. إشمعنى دلوقتي ما تكلمناش عن عمال الفلاحين من 54 وقلنا لا يا إخواننا ده يعمل فتنة طائفية، ده يعمل تمييز من المجتمع. أنا بقول يا إخواننا إن الأقباط عاشوا حرمان سياسي واجتماعي لمدة 50 سنة، وأنا بقول إن أعرق الدول الديمقراطية في العالم عالم امريكا سنة 60 اصدر الرئيس الامريكي جون كينيدي مرسوم يوظف السود في الوظائف العليا، حتى شفنا ان الرئيس باراك اوباما الاسود رئيس امريكا. الديمقراطيه في مش احنا مش احسن من انجلترا اللي بعد الحرب العالميه الثانيه عملت نظام الكوتا لما كانت المراه منقوصه في الحقوق، وشفنا مارجريت تاتشر رئيس وزراء بريطانيا. انا بقول اقباط المراه والشباب دول محرومين حرمان كبير جدا، مش ضروري استعمل كلمه كوتا عشان دي رمز مش مقبول في المجتمع المصري رغم انه رمز دولي. انا بستخدم النهارده رمز التمييز الايجابي وده مصطلح دولي. ايه المشكله ان الاقباط المراه والشباب طيب. يمثلوا تمثيل مناسب لمده دوره او دورتين حتى يتعود الناخب المصري او الشعب المصري على ان يرى القط داخل البرلمان مشترك في التشريع والحياه السياسيه. الاقباط يا استاذه دفعوا فاتوره كبيره جدا في ثوره 30/6، ويمكن بحال من الاحوال نقبل ان نقصر عن المشهد السياسي والا هيكون لنا كلام تاني في الدستور. طيب مش شايف يعني في وجهة النظر الأخرى بتقول أنه الاختيار لابد أن يكون على أساس صلاحية الشخص وليس ما يمثله، يعني وأن ده هيكون أفضل في النهاية أنه يبقى عندنا برلمان أداؤه. يا أستاذة أنا برضو أنا صار أنا عندي كفاءة، ما فيش رئيس جامعة إفتي، ما فيش محافظ إفتي، دي مش كفاءات. هقعد معيار الكفاءة بقى هو الأباط خلاص انعدم من الكفاءة خالص؟ ما هو الواقع العملي بيديها صورة سوداء وصورة مريرة. فعشان كده بنطالب قانون، بنطالب مادة دستورية موجوده عشان تتيح لينا هذا. طب انتوا بتطالبوا بالكوتا دي للابد ولا مرحليا لغايه ما المجتمع ينضج مثلا ديمقراطيا؟ فتره انتقاليه بدوره برلمانيه او دوره على الاكثر، وبعد كده ناخد مرسول بقى الانتخاب. يعني شايفين يعني خلال دوره او دورتين على الاكثر حتى يتعود الناخب على وجود نسبه معينه للاقباط داخل البرلمان. طيب برجع تاني للدكتور شريف دوس رئيس الهيئه القبطيه، ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ يعني الاقتراح خاص بدوره او دورتين على الاكثر. الدكتور نجيب اقتراحه بالتمييز الايجابي اقتراح جيد، بس هضيف عليه ان يكون عبر الانتخابات برضك، يعني ان يكون في قوائم حزبيه وان الدستور يحط بند انه الفئات المهمشه مثل الاقباط يكونوا في التلت الاعلى من القوائم. وفي طريقه ثانيه برضك لحمايه الاقليات انه يتم تعيين عدد مناسب، يعني احنا لو احنا 15% في المجتمع الدولة ترى كم واحد مندوب تحب تحطه في البرلمان، هل بالعدد الحقيقي لوجود الأقباط ولا بعدد أكثر ولا بعدد أقل، ويتم تعيينهم في دورة أو دورتين لحد ما نبتدي نشارك في الحياة السياسية بجدية. لكن اقتراح الدكتور نجيب وجود تمييز إيجابي انا بس هضيف عليه عن طريق قوائم. طب ما هو نفس الفكره يا دكتور شريف، يعني تعيين الدوله لعدد من الاقباط خلال دوره او دورتين هو نفسه هي نفسها فكره الكوتا. لا ولا ايه الاختلاف؟ الكوتا معناها ان انا يا مسيحي اروح انتخب في الكوت المسيحيه ينتخب فيها المسلمين. الكوتا معناها مقفوله على المسيحي. المسيحيين هم اللي يتم الانتخاب بينهم، زي الشيع والأديان المختلفة في لبنان، كل مكان ليه عدد معين بدين معين ليه نسبة تمثيل. تمام. أشكرك دكتور شريف دوس رئيس الهيئة القبطية ودكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد الوطني لحقوق الإنسان، وجهتين النظر مطروحتين وأكيد هيكون في ليهم رأي أو رد في الفترة القادمة، وهم عموما عرضوا وجهة نظرهم أو هيعرضوها بشكل مفصل طبعا في خلال وقفتهم النهاردة أمام مجلس الشورى الساعة 3 عصرا.